لا قالت الا 2.5، شفت انا بمجاوبة وصلنا 2. قال لي حقها حقها ما دار ياكل فيه، وقال اصير المليون المليار بيكسبوا لكن نادر منشار ما يلعب، لكن لا ما ممكن يلعب معك لعب قدر ده. يا كنا انا 50 ناي 75 الف دولار والله كثيرة ده لعب كثيرة كثيرة كثيرة. هسه شوفي فضل فضل عبد الرحيم قدامه قال لي قال لي يا نادر حقك مليون، كلمته في الموضوع ده قلت له انا حقي مليون دولار كويس، قال لي ده حقك تمام ده بعد يظبط الموضوع. ثانيا قلت لهم فضل ده يجي هنا قال لي انا حقك مليون دولار، كلام ممتاز قلت له جدا، كلمته قلت له شوف يا عثمان رجعنا برا قلت له مليون دولار دي ما عندك اي علاقه معي، ماشي كابس براي. شوف انا هسه دي براي قلتها انت كانت احنا ما بقدر، قلت خلاص بتقدر انا اصلا شفت حاجه اقولها بخشمني لا انا محتاجه صحيح ما عاوز شخشخه فيها، قال لي لا لا حقتها رجعنا برا اها قال لي فضل هنا كم قلت له 50 الف دولار بس بس مين فضل عجبك؟ قال لي كويس ولاقيها الفاخر 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 هسي ما حنبق منه عبد الرحيم قال لي وخلوا ناس الفاخر يدوكم 2 مليار وما ادوكم اي شيء لسه؟ لا لسه لكن حنشيلها وانا انا متاكد شال منه لانه انت الراجل يقول يدوكم انت تاخر الموضوع ده ما ادى ما ادى معناها في حاجه هو انا عبد النور عم لكن هنا قال لي الفاخر ادى لا ادى عثمان 100000 دولار لا 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 ادى هو والله يا نادر ادى والطاهر كلمني ادى ومعاه زول لا لا ما عبد المنعم معي في المستشفى ما عبد المنعم في مصر ما عبد المنعم في مصر لا والله كان الدعوة معقول الدعوة بدي ما بيوريك لا 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 انا ما يقدر عبد المنعم مع صاحبي عبد المنعم دعنا وهو بنشكي سوا ما هو ما عارف بالليلة عبد المنعم ما الدعوة منه بشيل من ذاك جيب 10 والكلب القاعدة دي وحزور هسه لو يكون جيبه ده وما مزنوق لكن لما يكون مزنوق بيطلب اي حاجه عشان يمشي اموره صحيح خذ الزول ده بياخذ نفسه في زنقات المرض البيت دي طوالي ده يكون شنو جيبه قروش ده مصاري بيته انت ما بتقدر على صاري زي ده ما عندك العقل اللي يجيب القروش دي نحن بيعرف بيضرب الحجر لكن انت ما بتقدر عليه وما هو صغير يلقانا في زيرو فساد عشان يعمل السلم هو 10 شفتي 10000 دي أزول بكمها 10 15 لأن يوم مشينا كاردينال جاب الغدا كده آخر غدا ده لنا نحن تخيل بالله تخيل على الكزول يكون نفسه رخيصة كده أي أيوة والله غير الغدا ده كله بالله قلت له يا عثمان أخي خليك زول لنا ما خليك هادي كده يا زول يتغدى وقاعد وبتاع وانا ها القبض كيف قلت اسمع يا عثمان هوي انا كاردينال ده بعرفه لي سنه اي طلاق ما قلت له اديني جنيه ولا بقبل اديني جنيه صحيح قلت انا هنا الباب ده ما يفتحوا لي الراسماليه دي كده شفت تجي وديك 10 جنيه خلاص ثاني ما بشتغل بيه اي صحيح انا هسه صديق بالنسبه لي قال لي انا دريت انا بس محيرني في راسي ده داك ده رسمي ولا شنو شفت كيف؟ قدر ما اديك تابع اي انت عارف شنو؟ مش كده انت بتكون عارف يعني ده لك شغل انا هذا تعمل لك هنا كده تاكل منها كويس صحيح لكن انت هسه دي صاحبتك دي قالت عندها 3 مليار قدرت تدفع قلت لها انا بشيل منها دي علوية اسمها خديجة 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 هي عندها 3 مليار وشوية دي بتاعت السيخ انا بجيب لها السيخ هاي 120 طن ويجيب لي ونشيل وتمشي تدفع 3 مليار تدفع 2 وتجيب الواحد قلت لها انا هجيب له وسيط كده وهمي ابو القاسم محمد ابراهيم طبعا ابو القاسم ليه تبغى كده يبقى ابو ربيعه كده لا يا نايا والله ده كلام كويس الراجل لازم يبقى بيزنس ما عنده عقلية قال لك انت ذاته داعي عنده عقلية ما عنده طبلية لا ما عنده طبلية والله لكن ابوه مش انا ولا كيف؟ ايه لا بس الطبلية دي شوف دول واحد يا زول بس انت عليك الله نادر الموضوع الو نجده معاه
عليكم السلام. الله يسلمك يا اخي. لا الليله السبت ما شغالين والله. منو معاي؟ مرحبا ابو خالي. خلاص اوكي يا ابو خالي، انت بكره تعالي الصباحيه. والله الصباح انا بكون في المكتب من 8 ل 10. خلاص اوكي اوكي ابو خالي، الله يسلمك. بقول لك حاجه، خلاص نحن ما دارين شنو عندك قصه السيخ دي كان ان شاء الله يا مالك تقدر تحكي لنا عنها. الا انا في المصنع برضه، مصنع السيخ الماليزي ده ما حصل. انا ما بقول لك خدمتين زول ما بتضايق منه، لكن لك تمضي. لا بس خلاص تمام، نادر عليك الله وعيش شويه يا اخي، تولنا شويه. اه تمام، قلت لك طبعا اشتريت. اه جايب لك زول ثاني.